فهذا المجلس الحادي عشر من مجالس قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. بالنسبة للمجلس السابق في آخر المجلس قرأنا عدة أحاديث في بعضها ضعف، لكنها في النهاية تدل على المطلوب، أو في النهاية بمجموعها يجزم بما بوب له الإمام أبو داود رحمه الله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبأسانيدكم المذكورة في المجلس الأول إلى الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى قال: باب التوقيت في المسح. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسح على الخفين للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة. قال أبو داود: رواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي بإسناده، ولو استزدناه لزادنا. نعم، ما عندك قال فيه؟ ولو عندنا ابن داسة. نعم، هي جيدة، يعني وجودها موضح المطلوب. هذا الإسناد، الحديث بشكل عام صحيح، لكن ذكر شعبة رحمه الله هو الراوي عن الحكم وحماد، فذكر فيه الانقطاع بين إبراهيم وهو النخعي شيخ حماد والحكم، أنه لم يسمع من أبي عبد الله الجدلي، وإنما سمع الحديث من إبراهيم التيمي. قال أبو داود: رواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي بإسناده. فالظاهر أنه إنما سمعه من إبراهيم، يعني إبراهيم النخعي، النخعي لم يسمعه من أبي عبد الله الجدلي، وبالتالي فهو إنما سمعه من إبراهيم التيمي بإسناده. وأشار إلى هذا أو ذكر هذا الترمذي في العلل، لكن الحديث في النهاية صحيح. طيب ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ كلمة التوقيت في المسح، التوقيت في المسح يعني كم يجزئ أو كم مدة المسح المجزئة، توقيت في المسح. قال هنا للمسافر، للمقيم يوم وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليها، أو قال 3 أيام وللمقيم يوم وليلة. قال فيه: ولو استزدناه لزادنا. فلعلنا نعود إلى هذا إن شاء الله تعالى بعد قراءة الباب، نتكلم عليه قليلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن معين، حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق، أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة أو عمارة، قال يحيى بن أيوب: وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين، أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: ويومين. قال: وثلاثة؟ قال: نعم وما شئت. نعم، لكن هذا ضعيف، يعني قضية إطلاق المسح كذا لم يصح فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما فيه ما ذكرناه عن عمر رضي الله عنه. نعم. قال ابن معين: إسناده مظلم. قال أبو داود: رواه ابن أبي مريم المصري عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة بن نسي عن أبي بن عمارة أو عمارة، قال فيه: حتى بلغ 7. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، ما بدا لك؟ أو وما بدا لك، يمكن في الهندية فقط. طيب، على كل حال هو ذكر ما في المسح من التوقيت، ما صح وما لم يصح، ونبه إلى أن هذا لم يصح، وبالتالي فهو اعتمد الأول
وهذه هي مسائل على وجه السرعة. المسألة الأولى: مشروعية المسح على الجوربين بدل الغسل إذا لبسهما على الطهارة كما تقدم. وثانيا أنه يستمر في المسح في دار الإقامة يوما وليلة، وفي السفر 3 أيام بلياليهن. المسألة الثالثة أنه يمسح كذلك، يمسح، فمدة المسح هي مدة ما يمسح لا مدة ما بين الوضوء الأول إلى نهاية المسح، يمسح كذلك. نعني أنه متى يبدأ توقيت المسح؟ في أول مسحة. نضرب مثالا: رجل توضأ وانتقض وضوءه بعدما لبس الجوربين أو الخفين مباشرة، متى يبدأ توقيت المسح؟ لما لبس، وبالتالي فهذا بعد مرور يوم وليلة ينتهي المسح معه. واحد آخر توضأ، لنقل مثلا توضأ في وقت الظهر، توضأ وقت الظهر بعد دخول وقت الظهر أو قبل صلاة الظهر بخمس دقائق مثلا، انتبهوا إلى هذا، ثم صلى الظهر وصلى به العصر والمغرب والعشاء، فبقي على طهارة إلى صلاة العشاء، ثم انتقض وضوءه، ثم توضأ بعد أن كان بينه وبين الفجر أو بينه وبين صلاة الفجر 5 دقائق فقط، فتوضأ وذهب صلى السنة وصلى الفجر مباشرة. السلام. تمام. فمسح على جوربيه أو خفيه حين ذاك، إلى متى سيبقى يمسح؟ إلى أي وقت؟ تفضل. طيب هو لما توضأ توضأ كلامك هذا، لاحظ ما الذي سيحصل، صلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، جميل، ثم الفجر لما توضأ قبله فصلى به الفجر، هي 5 صلوات، جميل، فمسح بعد ذلك على ظهر وعصر ومغرب وعشاء، ثم توضأ قبل الفجر ب10 دقائق أو بنصف ساعة فصلى به الفجر، فربما بقي على وضوء، فهل إذا انتهى الوقت قبل الفجر ب5 دقائق ينتقض وضوءه؟ يبقى الوضوء، يصلي الفجر وبقي وضوءه إلى الظهر، يصلي الظهر وبقي إلى العصر والمغرب والعشاء. طيب كم يوم كم يوم بقي لبسا لهذا الجوار؟ كم بقي؟ قلنا أنه توضأ لصلاة الظهر يوم، لنقول مثلا يوم الأحد مثل اليوم، تمام، فبقي إلى صلاة العشاء لابسا للجورب لكن ما انتقض وضوءه. بكرة 2 توضأ قبل الفجر ب5 دقائق فصلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، جميل، بذلك الوضوء، تمام، ولا حتى لو صلى الفجر وانتقض وضوءه يؤثر؟ لا يؤثر. طيب إذا صلى بذلك الوضوء، لنقل الفجر وانتقض وضوء، ثم مسح الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قبل الفجر يوم الثلاثاء استيقظ مبكرا قال أنا أريد أن أقوم الليل، فقام الليل، توضأ قبل أذان الفجر، انتقض وضوءه، وأراد يتوضأ بعد أذان الفجر، صير ولا لا؟ هو قبل الفجر ب5 دقائق قلنا. طيب ماذا يفعل؟ يمسح ولا يغسل؟ قبل الفجر يعني بعد الأذان مباشرة، مش قبل الصلاة ب5 دقائق، يغسل ولا يمسح؟ ليش؟ كيف انتهت؟ احنا قلنا يوم الاثنين، يوم الاثنين قبل الفجر ب5 دقائق مسح، لا مسح، جميل،
طيب الآن إحنا يوم الثلاثاء قبل الفجر بنصف ساعة يمسح؟ طيب مسح يوم الثلاثاء مسح ثم بقي على وضوء إلى عشاء ذلك اليوم يوم الثلاثاء، يعني بدون ما ينتخب وضوء، انتهى ولا لسه ما انتهى؟ لا يزال على الطهارة، ما يزال على الطهارة. تمام. إذا صلى به أي صلوات الأحد، صلوات الاثنين، صلوات الثلاثاء، لكن مسح كم؟ يوما وليلة. واضح الأمر؟ إذن يبدأ المسح أو التوقيت بأول مسحة وينتهي بعد يوم وليلة، ولا ينتقض الوضوء إلا عند خلع هذا، لا ينتقض وضوء ذلك المسح إلا إذا انتقض وضوءه بعد مسحة يوم وليلة. فإن لم ينتقض وضوءه، طيب هذا الرجل قال لك أنا صار له الخف علي يومين، جميل، فراح بعد ما مسح قبل الفجر بنصف ساعة يوم الثلاثاء صلى الفجر، بعدين قال خليني أتخفف، فخلع الجوربين وبقي على وضوء، خلع الجوربين يوم الثلاثاء وتوضأ يوم إيش؟ الأحد، خلعنا الجوربين، ماذا حصل؟ إيش حصل؟ خلع الجوربين، ها؟ خلع الجوربين الذين مسح عليهما يوم الاثنين، ها؟ ها؟ ينقض ولا ما ينقض؟ مين يقول ينقض؟ ينقض أحمد؟ ها؟ ينقض. طب واحد بعد ما توضأ ومسح على رأسه، حلق رأسه، يمسح ولا يعني يتوضأ مرة ثانية؟ وين الشعر اللي مسح عليه؟ والله إخواننا هذه مسألة تتعلق بهذه المسألة. نعم، تفضل. صلى الله عليكم. بقيت جملة لأبي داود رحمه الله تعالى، قال: وقد اختلف في إسناده وليس بالقوي. نعم، احنا قلنا أنه هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد عن الثلاثة أيام، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد عن ثلاثة أيام في السفر ويوم وليلة في الحضر، لكنه لم يصح عنه المنع من ذلك إلا ما يؤخذ من مفهوم المخالفة. قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الجوربين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. قال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي. قال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وأبو مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس. نعم، هذا عندنا أولا حديث فيه تشكيك في روايته، فهل المغيرة روى المسح على الخفين أم المسح على الجوربين أم أنه روى كلا الحديثين؟ والظاهر كما رجحه بعض الأئمة أنه روى كلا الحديثين، فلا مانع من أن يكون المغيرة روى هذا وروى هذا، هذا الظاهر. ويقوي هذا أيضا جريان عمل السلف عليه، يقوي هذا أولا هنالك ما يشهد له، هناك ما يشهد لهذا الحديث، وهناك أيضا ما يقويه من فعل السلف، إذن فالحديث صحيح بذلك. تمام. طيب، فيه فعل هؤلاء السلف
مسح الجورين علي بن أبي طالب وكذا، ذكر يعني 9 تقريبا. وزاد أيضا القيم في التهذيب، فذكر ابن عمر وبلالا وعبد الله بن أبي أوفى على هؤلاء أنهم من مسح على الجورين. سؤال: ما الفرق بين المسح على الجورين والخفين؟ هناك أحاديث ثابتة متواترة، مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. فمسح الخفين من المتواتر، ما الفرق بين المسح على الخفين والجوربين؟ الشافعية وبعض الأئمة منهم الشافعية يرون أن المسح على الخفين فقط، وأنه لا يمسح على الجوربين، وإنما يمسح على الجوربين إذا كان مثل الخفين من باب القياس. فاشترطوا للجوربين ما يتصف به الخفان، فاشترطوا لها أن لا يتسرب الماء خلالها، عدم تسرب الماء. والمقصود بالكلام أنه إذا مسح بيده لم يصل الماء إلى يعني في أرض، ليس إذا صب الماء، وإنما المقصود بعدم تسرب الماء وعدم نفوذ الماء أنه إذا مسح لم يصل الماء إلى الرجل مباشرة. واحد. الثاني إمكان المشي عليهما، لأن الخف كان الناس يمشون في الخف، وبالتالي إمكان المشي. وبعضهم قال المقصود بإمكان المشي أن يخرج بالخف بالجوربين لينظر الأمر أو ينظر القوم ويرجع. الثالث أن يكون متماسكين بأنفسهما، لا بأن يكون لهما وكاء أو خيط يشدان به مثل مثل الخفين، فهذا يحتاج إلى سماكة كبيرة. وأن يكونا ساترين موضع الغسل. جميل. فهل المقصود أن يكون ساترين موضع الغسل يعني من حيث الحجم أم بكل الصور؟ لا، مو بكل الصور، لأن بكل الصور معنى ذلك أنه إذا كان مثقوبا أو منقوبا أو ممزقا أنه لا يكون ساترا موضع الغسل، وإنما المقصود أن يكون ساترا موضع الغسل، أي أن يكون ذلك الموضع وإن كان منقوبا أو مثقوبا أو مشقوقا، وإن أصابه شيء من هذا، لأن هذا موجود أيضا في الخف، لأن الخف أحيانا تمزق، بل النعال قد تتقطع، وخاصة أن القوم كانوا يخرجون في الجهاد، وكان القوم يمشون في السفر على أرجلهم في خفافهم وغيرها. هذا هو الفرق بينهما. وبالتالي من لبس جوربا وكان فيه هذه الصفات فإنه يمسح عليه من غير حاجة إلى حديث في ذكر الجوربين. طيب، فإن كان هناك حديث فيه ذكر الجوربين وأنه مسح عليه، فهل يحتاج إلى هذه الشروط؟ هو فقط يحتاج إلى شروط توافق الجورب. هل الجورب هكذا صفاته؟ الجورب الذي من غير يعني من غير تشدد، يعني جورب واحد لبس جورب، هل يحتاج إلى هذه الشروط في الجورب، تحقيق هذه الشروط في الجورب؟ إنما يحتاج تحقيق هذه الشروط في الجورب من يقيس الجورب على الخفين فقط. ومن هنا جاء أن الخف أن الجورب لا يشترط فيه شيء مما ذكر، فلا يحتاج إلى أن يكون متماسكين بأنفسهما، فلو ربطهما بشيء لا بأس. ثانيا لا يشترط أن يكون يمنعان نفوذ الماء، حتى لو مسح على الجوربين ونفذ الماء مباشرة، مسح على الرجل لا يؤثر. لا يشترط أن يمكن المسير عليهما، لا يشترط أن يكونا ساترين موضع الغسل، بمعنى أنه لابد من أن يكون ليس منقوبا ولا مثقوبا ولا مشقوقا إلى آخره، ولكن لابد من أن يكون مغطيا بعمومه موضع الغسل. فلو كان مثلا مثل النعل، يعني نصف الرجل مغطى والنصف الآخر غير مغطى، ما يصلح. لابد من أن يكون إيش على القدم، أن يغطي القدم. فحينئذ أي جورب بقي على تسمية الجورب يغطي القدم فقط، سواء كان من كتان أو صوف أو قطن أو غيره،
فإنه يصلح المسح عليه، ثم تنطبق عليه أحكام المسح، يعني أحكام مسح على الخفين، من التوقيت ومن اشتراط الطهارة قبله، ومن الثبات أو بقاء الطهارة حتى لو أنه نزعه قبل انتهاء وبعد انتهاء مدة المسح. في شيء بقي في هذا الموضوع ما تكلمنا عليه؟ إذا انكشف بعض الرجل مما العادة أنه قد يقع فلا بأس، يعني شيء بسيط لا يؤثر، أما إذا خلع الجورب فالآن لا ينبغي له أن يلبسه ثم يمسح عليه. يغطي الكعبين أن يغطي موضع الغسل، وإن كان هذا أيضا ينازع فيه، يعني بعض أهل العلم ينازعون في هذا، يقولون حتى تغطية موضع الغسل قد لا يشترط، لأن الجورب قد لا يغطي ذلك، أو لأن الخف أحيانا لا يغطي ذلك، يعني بعض الخفاف تكون يعني إلا الكعب، وبالتالي قد يظهر شيء من الكعب، ولكن إذا من شاء أن يتورع في ذلك فالأصل أنه ما يغطي موضع الغسل من القدمين، والغسل لابد من أن يكون يعني لابد من أن يكون يغطي الكعبين. الله أعلم. ما في اشتراط السمك ويعطوه ورقة حتى يكتب. نريد سؤالي ما هي المسألة التي لم نطرحها؟ بقي شيء؟ يلا تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا مسدد وعباد بن موسى قالا حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه قال عباد قال أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عباد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كظامة قوم، يعني الميضاء، ولم يذكر مسدد الميضاء والكظامة، ثم اتفقا فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. نعم، هذا المسح على النعلين والقدمين، المسح على المقصود من الكلام أنه إذا كان يلبس النعلين والنعلان، احنا نسميها ايش، حفاية او الشمشم وكذا، هذا المقصود بالنعل، يمسح على النعل إذا كان يلبس الجوربين أو الخفين، لا بأس بمسح النعل معه، ولكنه يكون تبعا. أما إذا كانت الرجل مكشوفة فإنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، ما يصح، وهذا الإسناد ضعيف. عطاء المذكور هذا قال فيه ابن حجر مقبول، والحقيقة أنه مجهول العين، لم يروي عنه إلا ابنه، لا يصح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. كيف المسح. حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد قال ذكره أبي عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، وقال غير محمد على ظهر الخفين. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حفص يعني ابن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. حدثنا محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش بهذا الحديث قال ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش بهذا الحديث قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفيه. ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده قال كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما،
قال وكيع يعني الخفين. ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش, كما رواه وكيع. ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال رأيت عليا توضأ فغسل ظاهر قدميه وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لظننت أن بطونهما أحق بالمسح. حدثنا حامد بن يحيى حدثنا سفيان عن أبي السوداء وساق الحديث. حدثنا موسى بن مروان ومحمود بن خالد الدمشقي المعنى قال حدثنا الوليد قال محمود قال أخبرنا ثور بن يزيد قال أخبرنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخفين وأسفله. قال أبو داود بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء. طيب ولاحظ هنا أن أبا داود رحمه الله لما كان الحديث فيه وهن بين وهن الحديث يعني الإسناد المعين, وإلا الحديث حديث صحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة طرق أو عن عدة الصحابة أنه مسح ظاهر خفه وليس باطنه, ولم يصح في مسح الباطن شيء. وهذا الحديث فيه أولا بيان كيفية المسح, لأنه إذا مسح الباطن إذا مسح الظاهر فقط دل ذلك على عدم وجوب تعميم أو عدم مشروعية تعميم المسح. وهنا قال مسح بهما أم عليهما؟ نعم على ظهر خفه على ظهر. قلنا الفرق بين على والباء أن على تفيد الإمرار ويكفي فيها أن يمسح جزء منه, بينما الباء فتحتاج إلى إيش؟ تفيد التعميم لأنها تفيد الإلصاق. وهذا الحديث فيه أيضا قول علي بن أبي طالب ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل. لماذا؟ لأن الإنسان إنما يمشي على باطن مما يلي الأرض وباطن القدم أسفل القدم يعني, فهو الأصل أنه يغسل. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع ذلك ويمسح فقط ظهر الخف دل ذلك على أن الدين ليس بالرأي, دل ذلك على أن الدين ليس بالرأي, يعني أن الدين لا يؤخذ بما يجتهد به الإنسان, هذا مقصود بالرأي. وإلا الدين فإنه لا يأتي بشيء يخالف صريح العقل, لأن علي رضي الله عنه يمكن أن يخالفه آخر ويقول بل الذي يظهر أن الرأي أن يمسح على الظاهر, قضية رأي. ولم يقل إن الدين يخالف العقل, وإنما يقول لو كان دينه بالرأي. وضح الفرق بينهما, يعني الرأي يمكن أن يخالف لأنه مبني على اجتهاد بشري, بينما العقل الصريح لا يمكن أن يخالف الدين. لكن قد يدعي إنسان أن هذا هو العقل ولم يدعي ذلك رضي الله عنه, كيف يمكن أن يخالفه آخر؟ يمكن أن أقول ما هذا مما يلي القبلة مثلا, أو أنا أتوجه إلى الله وفي بظاهري لا بباطني, جميل, فأمسح ما ظهر وأدعو ما بطن. يمكن أن هذا هو المقصود بالرأي, أن الرأي يدخل فيه الاجتهاد والبحث والتصور, لكن مسألة عقلية معقولة أم تعبدية؟ تعبدية, بالتالي نحن نتعبد إلى الله بذلك. ولو أن الإنسان أراد أن لا يأتي إلا ما وافق رأيه لكان وقع في الهوى مباشرة, هذا هو المقصود بالهوى, هذا المقصود. وإلا اتهم الرأي, اتهم الرأي. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية ما الذي كان منهم بناء على الرأي؟ الذي كان منهم أنهم كادوا أن يهلكوا لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا فلم يتحللوا,
ولم يكن منهم ذلك في وقت أبدا ولا ينبغي لهم ولا يحصل منهم. ما الذي حصل؟ الذي حصل أنه كان عندهم رأي في المسألة، وهم أحيانا كانوا يفعلون شيئا من هذا القبيل رجاء أن ينسخ الحكم الشرعي أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في حالهم فيترخص لهم بشيء معين، فهم يرجون الرخصة. أما إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنه لا مجال للرخصة فإنهم أبدا لا يمكن أن يخالفوا عن أمره، ولذلك لما رأوه حلق رأسه ونحر هديه ماذا فعلوا؟ سارعوا إلى الموافقة ولم يخالفوا، لكنهم كانوا فعلوا ذلك مع شدة الغيظ، حتى إن أحدهم كان يحلق رأس أخيه كأنه يذبحه، ما رأوا دماء سالت في يوم كما رأوا ما سال في ذلك يوم شدة ما أصابهم من الغيظ، لأنهم رجعوا عن مكة من دون أن يعتمروا. ولكن هذا كان يعني غيرة وغضبة لله. قال رحمه الله تعالى: باب في الانتضاح. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان الثقفي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال توضأ وينتضح. قال أبو داود: وافق سفيان جماعة على هذا الإسناد، وقال بعضهم الحكم أو ابن الحكم. نعم، هذا الإسناد أشار أبو داود في هذا إلى اختلاف الناس على هذا الإسناد، فمنصور أي ابن معتمر وإن كان يقول عن نفسه: ما كتبت حديثا قط. إيش يعني؟ من حفظه، لأن من شدة حفظه قوة حفظه. وقال سفيان بن عيينة قريبا من ذلك، إيش قال؟ ما كتبت سوداء في بيضاء. الشعبي عامر بن شراح جمع منهم ما كتب، حتى قال بعضهم كان هذا العلم محفوظا في صدور الرجال، فلما كتب دخل فيه من ليس من أهله، هكذا كانوا يحفظون الدين. لكن مع ذلك فإن الحفظ خوان، فمنصور كان يروي الحديث يقول عن سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان. ما الذي حصل؟ حصلت مشكلة هنا، من هو الذي روى عنه ثم عن أبيه؟ هل أبوه ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأحيانا كان يروي عن الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم، وأحيانا يقول الحكم بن سفيان عن أبيه، وأحيانا يكون عن الحكم بن سفيان من غير أن يقول عن أبيه، من غير أن يقول عن أبيه. فمن الذي روى الحديث؟ وقع هنا الاضطراب والاختلاف، وهذا الذي أشار إليه أبو داود رحمه الله. ومع ذلك فإن الحديث له ما يشهد له، وذكر شيخنا رحمة الله عليه لهذا الحديث ما يشهد له من حديث ابن عباس ومن حديث زيد بن حارثة، ولم يجعل هذا الاضطراب والاختلاف كافيا في رد الحديث. وفيه الانتضاح، وهذا الانتضاح من فوائده أن الموسوس تنقطع بذلك وسوسته. بعض الناس ماذا يفعل بعد ما يتوضأ، بعد ما استنجاء يأتي يعني يفرغ ما في ذكره من البول بكل الوسائل، ثم يقوم ويتنطنط أو يجلس بطريقة معينة ثم يقلب بطريقة أخرى، المهم أنه يصعد درجة وينزل، وبعد ذلك مرة ثانية يغسل المكان حتى يتأكد أنه غسل البول، ثم بعد ذلك يجد أنه يقطر. ماذا يفعل؟ ما بقيت وسيلة. وكم من الناس يأتي يتكلم في هذا، نقول له: كيف عرفت أنه قطر؟ يقول لك: أنا فتحت اللباس وجدت أنه في قطرة بول أو هناك قطرة. فإذا قلنا له: طيب انتضح، بعد ما تخلص انتضح، لا تنطنط ولا تسوي شيء، انتضح وبعد ذلك خلينا ننظر. فإذا نظر سيجد أن المكان فيه ماء أصلا، لأنه وضع الماء هو
هل يمكنه بعد ذلك أن يتأكد أنه فيه ولا ما فيه؟ لا يستطيع. وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فلا يمكنه بعد ذلك أن يجزم بشيء. الحقيقة أن الذي يحصل إخواني كما قال ابن تيمية رحمه الله، ذكر أنه كالضرع، إذا حلبته در وإذا تركته قر. يكفيك من ذلك أن تستنجي أو أن تستجمر فقط، ثم لا تتابع القضية، لا تتابع القضية. قضية المتابعة هذه يعني كما ذكر بعضهم بأن من الناس من يهتم بهذه الأمور ويتوسوس فيها جدا حتى يترك عامة أمور الإسلام ويترك طلب العلم ويترك الاهتمام بالعقيدة، ولكنه يهتم بهذا الأمر ويجعل جل اهتمامه فيه ويصب كل عقله فيه، فيدع المهم الأهم ويهتم بما ليس له أهمية أصلا. وبعضهم يأتي بالماء يريد أن يتوضأ فيفرغ على نفسه قلتين من ماء، ثم ينظر هل أصابه الماء أم لم يصبه الماء ويدع ما هو أهم. وبعضهم قال إن الطهارة أنواع، طهارة القلوب مما سوى الله بالإخلاص، وطهارة القلوب من الأخلاق الذميمة والرذائل الممقوتة وهي الحسد والرياء، الحسد والغل والكبر والغرور والعجب إلى غير ذلك، الأخلاق الذميمة والرذائل الممقوتة.